حياكم الله مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بأهم العناوين. المدى 68 دولة تسحب مستشاريها من العراق في ظل تصاعد نشاط داعش. عربي 21، العراق يستأنف التبادل التجاري مع إيران بضوابط. العربي الجديد، بريطانيا تدرج 20 سعوديا على لائحة العقوبات لدورهم في قتل خاشقجي. القدس، لبنان، السلطة تلاحق معارضيها وتوقف أبرز الناشطين ضد الرئيس وصاره. العرب اللندنية، البرلمان المصري يوسع صلاحيات الجيش في القرار السياسي. الشرق الأوسط، ظهور أعراض كورونا على الرئيس البرازيلي. التلغراف، نذر انهيار اقتصادي بلبنان مع توقف سبل الإنقاذ. من العناوين ننتقل إلى التفاصيل، لكن قبل ذلك نود توجيه عناية السادة المشاهدين إلى أن قناة الرافدين لديها تردد جديد وهو 10727 على الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500، وأن معامل تصحيح الخطأ 5/6 وذلك على مدار القمر نايسات. لذا نرجو من كافة السادة المشاهدين تعديل ذلك أو إدخال ذلك على أجهزتهم. ليلة القبض على عصابة الدورة الميليشياوية كانت مفتاحا خطيرا للدخول إلى دهاليز الصناديق السوداء لممتلكات الميليشيات من الأسلحة ونظم شبكة الاتصالات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وخطط العمل متعددة الأغراض، لكن الكاظمي تراجع أمام الميليشيات. مقال للكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية. هناك من يفسر عن جهل أو قصد خطوة الكاظمي الأمنية بأنها اندفاع متعجل غير محسوب في مجابهة الغول الميليشياوي الذي تعاظمت هيمنته الأمنية والاقتصادية على مرافق الحياة العراقية، ولم يعد لما تسمى دولة سوى هياكل منزوعة القدرات المالية والاعتبارية، ولا سبيل لأي رئيس وزراء سوى الصمت والتمتع المظهري بمزايا المنصب. أما أن يتصدى لحالة الانهيار بروح وطنية صادقة ورغبة بالإصلاح فمكانه خارج منظومة الحكم التي تديرها قيادات الأحزاب الفاسدة، وقد يصف جسديا. وإذا ما سئل هؤلاء القادة بماذا وافقتم على مجيء الكاظمي إن كنتم تعلمون أنه سيوجع رؤوسكم، يجيبون أنه لم يكن أمامهم غير هذا الخيار للحفاظ على حكم الشيعة ودرء مخاطر الانهيار الحتمي وذهاب الحكم إلى قوى التيار الشعبي وقواه الشبابية، لكنهم لن يغامروا بقبول إجراءاته الإصلاحية التي قد تعجل بالإطاحة بهم إن هو نفذ تعهداته أمام الشعب. الآن هم يلعبون بوهمي مخاطر الحرب الشيعية والعمالة للأمريكيين في تغييب متعمد للخيار الوطني العراقي المستقل. لو أرادت واشنطن إزاحة الطبقة السياسية الحالية عن الحكم لفعلت ذلك بسهولة وخلال ساعات وخلصت العراقيين، مثلما ادعت كذبا تخليصهم من نظام صدام عبر الاحتلال. فهل الوضع العراقي الحالي أفضل مما كان عليه في العهد السابق؟ العراقيون يقولون لا، ليس في أجندة واشنطن نية لتغيير النظامين في بغداد وطهران، لا في ظل الإدارات السابقة ولا الحالية ولا المستقبلية، بل إن من جملة ثوابتها السياسية حماية العملية السياسية التي صنعتها في العراق.
لا يبدو أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي راغب في الدخول بمواجهة مباشرة مع فصائل الحشد الشعبي التي تعترف بولائها للولي الفقيه بإيران، فهو يدرك جيدا أن لا قدرة له حتى الآن على مواجهة خاسرة من هذا النوع. جاء ذلك في مقال للكاتب إياد الدليمي في صحيفة العرب الجديد. السؤال الأهم الذي يبدو أنه لا يزال بحاجة إلى بحث كثير للوصول إلى إجابة له، هو في إمكانية الكاظمي تفكيك الدولة العميقة التي نجحت إيران ببنائها في السنوات 17 الماضية، الدولة التي يبدو أنها ما زالت الفاعل الأهم في تسيير شؤون العراق. العراق اليوم ساحة رئيسة للصراع الأمريكي الإيراني، فبينما تسعى طهران من خلال أذرعها المختلفة سياسية ومسلحة لعرقلة أي مسار سياسي يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وحصر كل الأنشطة السياسية لمنطق الدولة، تضغط أمريكا من جانبها على حكومة الكاظمي من أجل الإسراع بإجراء التغييرات المطلوبة لضمان دعمها الذي يبدو أن العراق بات في حاجة ماسة له. إذا بقي الكاظمي خاضعاً لسلطة الأحزاب وميليشياتها، فإنه سيرسم نهاية مسار العملية السياسية التي يبدو أنها باتت في الرمق الأخير. في المقابل وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها العراق، فإن الحكومة هي الأخرى في أمس الحاجة لتلك الواردات التي يمكن أن تشكل مساهمة مهمة في سد العجز الشهري الذي تعانيه خزينة الدولة العراقية. وفي خلفية المشهد تبدو إيران المتمكنة من مفاصل الدولة العراقية تعيش أسوأ أوضاعها، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب بل حتى على الصعيد الأمني، فقد شهدت مدن إيرانية عديدة انفجارات ما زال كثير منها غامضا مع ترجيحات بأنها انفجارات ليست عرضية وإنما بفعل قصف أو اختراق سبراني إسرائيلي، هذا فضلا عن واقعها الاقتصادي الذي تعيشه منذ سنوات بفعل العقوبات الأمريكية والذي أدى إلى هبوط تاريخي لسعر التومان الإيراني مقابل الدولار حتى وصل إلى قرابة 22 ألف تومان مقابل الدولار الأمريكي الواحد. ما على الكاظمي أن يدركه أن مواجهته مع الفصائل المسلحة آتية لا ريب، فقط كل ما عليه أن يفعله هو اختيار الوقت والمكان المناسبين لذلك. هذا إذا ما افترضنا أن لديه الرغبة الحقيقية لإخراج العراق من لعبة التوازنات الإقليمية والدولية والنأي به بعيدا عن دائرة الصراع الأمريكي الإيراني المستمر في المنطقة منذ سنوات. لم يكن انتهاء الحرب ضد داعش وانتفاء الحاجة إلى الجهاد الكفائي هما السببين الوحيدين اللذين يفرضان حل الحشد الشعبي، بل لأنه تحول إلى باب ارتزاق وسرقة للمال العام وإلى شرعنة للعمالة الأجنبية والعبث بالأمن الوطني والسيادة الوطنية وسلطة القانون. هذا مضاف إلى ما رافق وجوده من انتهاكات ترقى إلى درجة التطهير العرقي التي مارستها ميليشيات الحشد في المدن العراقية المحررة من داعش. مقال كتبه إبراهيم الزبيدي ونشره على موقع كتابات. لا يوجد حتى في أكثر دول العالم تخلفاً وفشلاً وفساداً جيش وطني وشرطة ثم جيش آخر اسمه الحشد الشعبي. فهل سمعتم عن حشد شعبي أمريكي أو روسي أو فرنسي أو حتى مصري أو سعودي أو إماراتي مثلا؟ أبدا، وذلك لأن التاريخ لم يخبرنا عن حكومة سوى في إيران والعراق تتآمر مع أحزابها ومرجعياتها على الحط من قيمة جيشها الوطني وتتعمد إصابة ضباطه وجنوده بالإحباط وتشعرهم بقلة القيمة وبالدونية وتقول لهم بالفعل وليس بالكلام لأنكم غير مؤتمنين على حماية الوطن وسيادته وكرامة شعبه، وبسبب عجزكم وجبنكم فإننا ملزمون بأن نؤسس جيشاً آخر غير جيشكم نثق به ونستأمنه،
حتى وإن كان أغلب مسلحيه من غير العسكريين ومن غير المتعلمين، وكثير منهم من أصحاب السوابق الجنائية المخلة بالشرف، ونخصه بما لا يملكه جيشكم الوطني من الأسلحة والمعدات الحديثة، ونفعل كل ما هو ممكن لدعمه وتقوية ساعده. ورغم كل القوانين والأعراف والأصول، وبهذه المحاباة التي لا حدود لها، أصبح الحشدي مدللاً ومفضلاً في الوظائف والعقود والعمولات وتجارة المحرمات، وقادراً على أن يرتكب ما يشاء من المخالفات والموبقات، وأن يبلغ به الغرور حداً يبيح له أن يشتم رئيس جمهوريته، وأن يهين رئيس وزرائه عند الضرورة، ويهدد أكبر رأس في الحكومة والبرلمان والجيش والشرطة دون حساب ولا عقاب. بحسب منظمات محلية ودولية، فإن الحشد قام بجرائم ومنها قيامه بالتعذيب والإخفاء القسري وقتل المدنيين والأسرى تحت التعذيب، ونهب مدن وقرى، ثم حرق آلاف المنازل والمحال فيها ونسفها بالمتفجرات وتدمير القرى بالكامل، ومنع النازحين من العودة إلى مدنهم وقراهم من يومها وإلى الآن. خلاصة القول: إن هذا الحشد لو كان عراقيا خالصا لاعتبرناه كيانا مفتعلا جعلته أحزاب السلطة وتياراتها وكتلها السياسية بابا لسرقة أموال الدولة، لكنه لم يكن عراقيا ولن يكون، فهو من عمامته إلى كعب حذائه إيراني الولاية والانتماء. طلت على العراقيين في الأسبوع الماضي الذكرى المئوية للثورة العراقية الكبرى عام 1900 ضد القوات البريطانية التي احتلت العراق خلال الحرب العالمية الأولى، وهو حدث استحق الخلود في الضمائر والعقول، وبات صفحة ناصعة في تاريخ العراق، فكل الصفات والعوامل التي تصنع من الحدث رمزا تاريخيا كانت موجودة فيها، فالدافع كان نيل الحرية والاستقلال، وفي الوقت الذي كان فيه شعبنا يحتفل بهذه المناسبة الكبيرة باهتمام بالغ رغم العامل الزمني البعيد لوقوع الحدث، ويستذكر زعماء الثورة الذين كانوا رموزا اجتماعية ودينية. خرج علينا أحد الغوغائيين ليطعن في وطنية الشيخ ضاري المحمود أحد زعماء ثورة العشرين. حول الموضوع كتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربية: إن التخرصات التي تحدث بها هذا الزعيم الميليشياوي عارية تماماً عن الصحة، فلم يكن هناك دور في ثورة العشرين لأي عشيرة أو قبيلة أو فرد أو مجموعة تحت راية طائفية، بل كان الجميع تحت راية وطنية واحدة، لأن واقعة الاحتلال كانت تشمل العراق بكل خريطته الجغرافية المعروفة، كما أن تاريخ الثورة لم يكتبه العهد السابق، فالمواجهات اليومية التي كانت تحدث كان يوثقها المقاتلون أنفسهم وليس المنظومات السياسية التي كانت حاكمة أو التي حكمت فيما بعد، فقد اعتادت القبائل على تدوين تاريخها بنفسها، وهو عرف سائد ماضيا وحاضرا، خاصة في حوادث القتال، لأن فيه فخرا كبيرا لأبنائها من الأجيال اللاحقة، بمعنى أن السردية الخاصة بالثورة أمسك بها الثوار وليست أطرافا أخرى، لذلك هي ذاكرة لها حياتها الخاصة التي لا يمكن أن تتلاشى أو يعتريها التزوير. أما بخصوص التعتيم على اسم الشيخ ضاري المحمود ومحاولة الانتقاص من دوره الوطني وسلوكه الاجتماعي، فإن أي من الزعماء المشاركين في الثورة وكل الوثائق الخاصة بها، سواء تلك التي كتبها الثوار أو المحتل البريطاني، كلها كانت تعده زعيما من زعماء الثورة على قدم المساواة مع الجميع. لكن الدور الذي لعبه الرجل في قتل القائد العسكري البريطاني لم يكن هبة من أحد له كي يطعن به، بل هو موقف مسؤول ولحظة بطولية سجلها بنفسه لكل الثوار وللعراق كله،
كما رسم الآخرون أدوارا لهم في الثورة. لا شك في أن التوقيت له دلالة كبرى، فالتجرؤ على النيل من قامة وطنية معروفة يأتي بعد السقوط المدوي للميليشيات وزعمائهم وملاحقة زمرهم وحرق مقراتهم والتشهير بممارساتهم ورموزهم بفعل ثورة تشرين المباركة التي حمل رايتها أبناء جنوب العراق، والتي زعزعت عوامل التجبر والطغيان في هذه الكيانات الطائفية حتى لم تعد تقوى أو لم تعد قوى السلطة المادية والمعنوية التي يمتلكونها قادرة على إعادة الاعتبار للهيبة الخادعة التي كانوا يفرضونها على الناس. نذر انهيار اقتصادي بلبنان مع توقف سبل الإنقاذ، هذا ما نشرته صحيفة التلغراف البريطانية في تقرير لها، تحدثت فيه عن الانهيار الاقتصادي الذي هو على وشك الوقوع في لبنان جراء توقف محادثات الإنقاذ. إن المستشفيات اللبنانية تعرضت لانقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 14 ساعة، بينما تواجه البلاد انهيارا اقتصاديا كاملا بعد توقف محادثات الإنقاذ، وتشهد البلاد مظاهرات بشكل دوري واضطرابا سياسيا منذ شهر تشرين الأول أكتوبر عندما بدأت عملتها في الانحدار، مما أدى إلى خسارتها أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار. وأوردت الصحيفة أن التضخم المفرط أدى إلى تدمير مدخرات المواطنين وانتشار الجوع بشكل كبير، إذ يعد أكثر من نصف مواطني البلاد الآن تحت خط الفقر. من جهة أخرى، أفادت الأنباء بأن انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة بيروت استمر حتى 20 ساعة في آن واحد الأسبوع الماضي. وأضاف التقرير أن تعطل الكهرباء أصاب إشارات المرور في جزء كبير من وسط بيروت، إذ تعطلت في عطلة نهاية الأسبوع، في حين قال وزير الاتصالات لصحيفة المحلية إن نقص الوقود يؤثر أيضا في خدمة الهاتف المحمول. ويمتلك لبنان، الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة، أكثر من 92 مليار دولار من الدين العام، في الوقت الذي تخلفت فيه الدولة عن تسديد ديونها للمرة الأولى في آذار مارس الماضي مع تضاؤل احتياطيات البنك المركزي اللبناني. قالت صحيفة واشنطن بوست إن اغتيالات الشيشان في المنفى هي جزء من نمط أوسع من الهجمات الوقحة التي قام بها الروس في دول أجنبية، بما في ذلك تسميم الضابط السابق في المخابرات العسكرية الروسية سيرجي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا. القتلة يأتون بالمسدسات والمطارق والسكاكين، ينصبون الكمائن للمركبات أو يزرعون القنابل، وضحاياهم غالبا من المدونين الشيشان الذين ينتقدون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو حماتي للزعيم الشيشاني رمضان قاديروف أو المقاتلين الشيشان الذين قاتلوا من أجل الاستقلال عن روسيا. آخر ضحايا كان ممخان عمر البالغ من العمر 43 عاما، والذي انتقد بشكل متكرر قاديروف على موقع يوتيوب خارج مركز للتسوق في بلدة كرازدوروف النمساوية شمال فيينا في وقت متأخر من يوم السبت الماضي. وكما أفادت صحيفة واشنطن بوست، فقد فر أحد الروس من مكان الجريمة بالسيارة، وطاردته طائرة مروحية تابعة للشرطة حتى اعتقاله على بعد 100 ميل من مكان الجريمة. يأتي هذا القتل، كما تضيف واشنطن بوست، في أعقاب سلسلة طويلة من الاغتيالات والهجمات على المنفيين الشيشان في أوروبا وتركيا والشرق الأوسط، وقد ربطت بعض الهجمات بالأجهزة الأمنية الروسية التي استهدفت أيضا الصحفيين المنفيين ودعاة حقوق الإنسان. وتناولت الصحيفة بالتفصيل حوادث محاولات اغتيال عبد الفهيد إليريف في سيارة مع ابنة أخيه في تركيا
والمهاجر عمران علييف في فرنسا وتومسو عبد الرحمنوف في السويد. يحقق علماء في إيطاليا بظاهرة غامضة تمثلت بظهور ثلج جليدي زهري في جبال الألب نتيجة طحالب تسرع تبعات التغير المناخي، ويدور جدل بشأن مصدر هذه الطحالب، غير أن الباحث في المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا بياجو دي ماورو قال إن الثلج الزهري الذي ظهر في أجزاء من مجلدة بريسينيا ناجم على الأرجح عن نوع نباتي موجود أيضاً في غرينلاند. وقال دي ماورو الذي أجرى دراسات سابقة بشأن الطحالب في مجلدة مورتراتش السويسرية: الطحالب ليست خطرة، هي ظاهرة طبيعية تحصل خلال الربيع والصيف على خطوط العرض الوسطى وأيضاً في المناطق القطبية، ويعكس الجليد في العادة أكثر من 80% من أشعة الشمس إلى الغلاف الجوي، لكن ظهور الطحالب يزيد من اللون الداكن على الجليد ما يجعله يمتص الحرارة ويذوب بسرعة أكبر. نترككم مشاهدينا الكرام مع بعض صور الكاريكاتور التي اخترناها لكم من صحف اليوم. قبل ختام برنامج اليوم مشاهدينا الكرام، نود تذكير السادة المشاهدين إلى أن قناة الرافدين لديها تردد جديد وهو 10727، والاستقطاب أفقي وذلك على مدار القمر نايلسات. في الختام، هذا كل ما في جعبتنا في برنامج صدى الأقلام. نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء.